السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح ناخذ التجربة الثانية في معمل الإلكترونيات اللي بتحكي عن دي سي كاركترستكس كيرف للدايودز. طبعا هذا الحكي مفترض أعتقد خلال أسبوع هذا، يعني تكونوا مخلصينه في المادة، فبدنا نيجي نتعرف عليه في المعمل، بدنا نطلع الكيرف معانا في المعمل. تمام، هلا بيهمني بعد ما نخلص المعمل تكوني عارفة ترسمي الكاركترستكس كيرف للسيمي كوندكتور دايود، تكوني عارفة تفحص الدايود هل هو شغال ولا لا باستخدام المالتي ميتر، وتعمل سيميوليشن للدايود وللدوائر اللي حناخدها في المعمل باستخدام برنامج الالتي سبايس. تمام، هلقيت الاكويبمنتس اللي حنحتاجها: دايود واحد انا 4007، ريزيستورز، دي سي باور سبلاي، وديجيتال مالتي ميتر. قبل ما نبدأ في الجزئية العملية بدنا نحكي عن الجزئية النظرية، اللي هو بدنا نوصف ليش بالرسم الكاركترستكس كيرف زي هيك. تمام، اول حاجة بقول لي انه الدنر امبيوريتيز اللي هي البنتافالنت او الشوائب اللي من المجموعة الخامسة are introduced into one side and acceptor impurities into the other side of a single crystal of an intrinsic semiconductor to form a p-n diode with a junction called depletion region. ايش يعني الحكي هذا كله؟ يعني عشان اعمل p-n junction او الدايود، بكل بساطة بجيب دنر impurities اللي هي شوائب من المجموعة الخامسة مع acceptor impurities من المجموعة الثالثة، بعمل بحطهم جنب بعض عشان يكونوا لي كريستال او يكونوا لي بكل بساطة الدايود، يعملوا لي p-n junction ويعملوا لي الدايود. تمام، هلأ البي ان جنكشن هذه بيكون فاصل فيها الديبليشن ريجن. الديبليشن ريجن، this region gives rise to a potential barrier called cut-in voltage. This is the voltage across the diode at which it starts conducting. يعني الديبليشن ريجن هذه بتعطي، يعني هي اللي بتحدد لي حاجة اسمها الكات ان فولتج، اللي هو الفولتج اللي بيسمح بمرور التيار بعده. يعني مثلا للسيليكون عندنا الكات ان فولتج 7/10، بعد 7/10 يسمح مرور التيار جوا الدايود. تمام، the p-n junction can conduct beyond this potential، يعني زي ما قلنا خلال هذا الجهد ال p-n junction بتسمح بمرور التيار. بيقول لي انه الـ P-N junction supports unidirectional current flow، بتسمح بمرور التيار في اتجاه واحد. If positive terminal of the input supply is connected to anode، يعني للـ P-side، and negative terminal of the input supply is connected to cathode، يعني هاي هنا عنا الموجب موصول مع الـ P-region والنيجاتيف موصول مع الـ N-region. This diode is said to be forward biased. In this هذه الحالة موجب مع موجب سالب مع سالب بسميه إيش؟ forward biased. In this condition the height of the potential barrier at this junction is lowered by an amount equal to given forward biasing voltage. Both the holes from P side and electrons from N side cross the junction simultaneously and constitute a forward current from N side injected minority current due to holes crossing the junction and entering P side of the diode. ايش يعني؟ يعني هان بيكون عندنا الموجب بتوصل مع الموجب والسالب بتوصل مع السالب. فهلا سالب توصل مع السالب حيصير في تنافر، حيجي السالب لهنا، هنا في عندنا موجب، هان في عندنا سالب، السالب بدخل لهذه الجهة والموجب بدخل لهذه الجهة، فبصير في عندي زي كرنت مارر في المنطقة هذه. تمام، فالكرنت العام للدائرة كلها بيكون مارر في هذا الاتجاه. تمام، تمام. اذا بشكل عام الالكترونز تبعت الدائرة بشكل عام تكون بتنتقل في هذا الاتجاه وبتعبر الديبليشن ريجن. Assuming current flowing through the diode to be very large, the diode can be approximated as short-circuited switch. هلأ زي ما قلنا برضو هنا التيار في حال كانت الرسمة أو كانت الدائرة forward biasing، يعني الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، بمر في هذا الاتجاه من الأنود للكاثود. التيار اللي حيعبر هان نعتبره كبير كتير، بحيث إنه في الرسمة أنا بمثل الدايود هذا بسلك. تمام،
يعني الديد لما يكون شغال زي كأنه سلك بس بمرر تيار، تمام؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي هي يكون reverse biased، if negative terminal of the input supply is connected to anode، يعني هنا السالب بتوصل مع الموجب، and positive terminal of the input supply is connected to cathode، الموجب بتوصل مع السالب، then the diode is said to be reverse biased، بسميه reverse biasing. In this condition an amount equal to reverse biasing voltage increases the height of the potential barrier at the junction. Both the holes on P side and electrons on N side tend to move away from the junction, thereby increasing the depleted region. إيش يعني؟ هان عندي سالب وهان عندي P region كلها holes، هان عندي موجب وهان عندي سالب، فبصير تنافر بين السالب والموجب اللي هان، فبصير تجاذب بين السالب والموجب اللي هان، فبتجمعوا هان، يعني كيف بصير جذب بين الموجب والسالب، فبيجي كل الموجب على الجانب هذا. هان نفس القصة، هان عندنا موجب هان عندنا سالب، بصير جذب فبيجي كل السالب على الجهة هذه، فبضل عندي هنا مساحة فاضية ما فيش فيها حاجة. هذه المساحة بتكون واسعة، ليش؟ لأنه هنا الجذب عالي بين الموجب والسالب وبين الموجب والسالب هان، فبتضل عندي هذه المساحة فاضية، إذا depletion region هان بتكون عالية كتير، فبتمنع مرور أي تيار. بيقول لي however the process cannot continue indefinitely, thus a small current called reverse saturation current continues to flow in the diode. في هذه الحالة بمر تيار صغير كتير هيك ناتج من الإلكترونات اللي شردت من موضوع الجذب والتجاذب اللي هنا واللي هنا، فبكون تيار كتير 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 صغير. This current is negligible، أنا بهمله. Hence the diode can be approximated as an open circuited switch، ما إني بهمله، إذا فعليا في شي تيار مر في الدائرة، فممكن أعتبر الدايد في هذه الحالة زي كأنها مفتاح مفتوح، تمام؟ يعني في شي تيار، في عنا قطع في الدائرة، الدائرة هذه open، تمام؟ إذا في حالة الفورورد بايسنج بتعامل مع الدايود كسلك، في حالة الريفيرس بايسنج بتعامل معه كأوبن سيركت، يعني كمفتاح مفتوح أو كقطع في الدائرة. فورورد بايسنج مر تيار كبير في الدائرة، ريفيرس بايسنج مرش تيار في الدائرة. طيب نشوف التيار اللي بمر في الدائرة لما يكون عندي التيار الدايود نفسه، تمام؟ The general relationship between the current and the voltage of a diode is as follows. ID اللي هو التيار اللي بده يمر في الديود هو عبارة عن IS يقص VD على ميو VT ناقص واحد، تمام؟ ID هي الديود current، تمام؟ طيب IS هي reverse saturation current and is its value is constant for a specific diode، يعني كل diode له reverse saturation current معين، يعني لما يكون reverse biasing بكون قيمة الكرنت تبعه IS، تمام؟ كل نوع diode له قيمة IS محددة ما بتتغيرش. فإحنا مثلا لما يكون عندنا diode silicon بنكون حافظين إنه هذا diode IS تبعته كذا، فبنستخدمها زي ما هي. Usually this is a very small value of current since virtually no current flows in the reverse direction. احنا بنقول ال IS فعليا كتير صغير لانه زي ما قلنا تقريبا بمرش تيار في حالة ال reverse biasing. VD هي ال applied voltage between the terminals of the diode اللي هي الجهد اللي على الديود، تمام؟ طيب ميو هي another constant whose value ranges from 1 to 2 depending on the material of the semiconductor diode. إذن هي عبارة عن constant. طب VT هي شو؟ VT هي thermal equivalent voltage قيمتها KT على Q. K هي Boltzmann's constant، constant قيمته 1.38 في 10 أس ماينس 23 جول لكل كلفن. T هي temperature بالكلفنز. Q هي الـ basic electronic charge قيمتها 1.6 في 10 أس ماينس 19 كولوم. هلأ قيمة الـ VT عادة في درجة حرارة الغرفة بتكون عبارة عن 26 ميلي فولت، فهذه القيمة عادة بتكون معروفة، تمام؟ إذا كنا في درجة حرارة الغرفة. طيب هذه كلها أجزاء نظرية هتاخدوها في المادة، بس أنا بعيدها بشكل سريع عشان تفهموا منها. طيب هلا ال VI characteristics curve. هلا احنا حاليا الدايد اللي عاد بنتعامل معه مكون من مادة السيليكون،
فالجهد اللي بمر التيار 7/10، عند 7/10 بده يمر التيار، قبل بكون زيرو، تمام. وفي له في بريك داون، يعني عند جهد معين في حالة الريفرس باسنج كرنت تقريبا بنقدر نقول بخرب الديود وبخرج عن السيطرة وبصير في تيار قيامه غريبة، تمام. فهي هان في بريك داون، هذا للسيليكون. بالنسبة للجرمانيوم، الجرمانيوم الجهد تبعه اللي هو اللي بيسمح مرور التيار هو 3/10، وفي بريك داون تبعته أقل من الفي بريك داون تبعت السيليكون أو أعلى بالسالب. يعني لو جينا هنا مثلا هاد سالب 3 وهاد سالب 5 مثلا، تمام. طيب نيجي هالقيت ل types of diodes، او قبل ما نجي للتايبس اوف دايتس بشكل عام نرجع نعيد. بالنسبه للسيليكون او للجرمانيوم، التيار بمر بعد جهد معين، وفي حاله الريفرس بايسنج بصير في عنا ايش؟ بصير في عنا بريك داون فولتج، بعده الدايت تقريبا بنقول انه بيخرب، تمام. طيب هلا نيجي لانواع الدايت. في عنا عده انواع من الدايتس نتعرف عليها. اول نوع اللي هو الريكتيفاير دايود، اللي هو الدايود العادي لواحد ان 4007. دايودز ار وايدلي يوز سيمي كوندكتور ديفايس. الريكتيفاير دايود از ا تو ليد سيمي كوندكتور ذات الاوز كرنت تو باس ان اونلي وان دايركشن. جنرالي بي ان جونكشن دايود از formed by joining together n-type and p-type semiconductor materials. اذا فعليا هو عبارة عن بي يعني الريكتيفاير دايود هو الدايود العادي اللي هو البي ان جونكشن بي سيمي كوندكتور ماتيريال مع ان تايب سيمي كوندكتور ماتيريال، حطيناهم مع بعض، تمام. وهو بيسمح مرور التيار في اتجاه واحد فقط من الانود الى الكاثود، او من الاتجاه الموجب الى الاتجاه السالب. The بي تايب سايد is called the anode and the ان تايب سايد is called the cathode. Many types of diodes are used for a wide range of applications. بستخدمه في كتير حاجات. Rectifier diodes are a vital component in power supplies where they are used to convert AC voltage to DC voltage. Rectifier diodes بستخدمه كتير في كتير حاجات. من ضمنها مثلا الباور سبلايز، يعني الشاحن تبع الكمبيوتر، في دايودز. ليش؟ لانه بيحول لي الاي سي فولتج اللي جاييني من البريز لدي سي فولتج ملائم للكمبيوتر، تمام. هذا بالنسبه للريكتيفاير دايود. نيجي هالقيت للليد اللي هو اللايت اميتنج دايود. The light emitting diode is also a type of PN junction diode that emits light in the forward bias configuration. يعني الليد هو عبارة عن دايود زيه زي الريكتيفاير، ولكن ايش الفرق؟ انه نوع الدايود هذا بيطلع لي اشعاع في حالة الفورورد بايس كونفيجوريشن. يعني اوصلي في الدارة فورورد بايسنج، ايش بيطلع؟ بيطلع ضوء، تمام. ليد is made up of a direct band semiconductor، برضو مكون من السيميكوندكتور. when the charge carriers اللي هي الالكترونز cross the barrier and recombine with electron holes on the other side they emit photon particles of light. photon particles يعني light، while the color of the light depends on the energy gap of the semiconductor. يعني لما يصير عندنا توصيل forward passing بتنتقل الالكترونز عن طريق يعني خلال البي ان جنكشن، بتروح على الهولز في الاتجاه الاخر. فايش بصير عندنا؟ بصير عندنا بتبعت ايش؟ بتبعت فوتون بارتيكلز، يعني بتبعت لايت، تمام. هو نوع السيمي كوندكتور هيك بيختلف عن نوع الريكتيفاير، تمام. هذا النوع بيبعت لايت لما يصير مرور للتيار. طبعا نوع او لون الضوء بيختلف حسب نوع السيمي كوندكتور المستخدم، مش شرط يكون سيليكون هان، تمام. حسب الانرجي جاب تبعت السيمي كوندكتور. طيب هلا في عنا كمان نوع من الدايودز اسمه الزينر دايود. الزينر دايود اعتقد حتاخدوه بالتفصيل في شابتر كامل. هل ايه؟ هو عباره عن باسيف اليمنت، بيختلف عن الدايود العادي، تمام. works under the principle of zener breakdown. it's similar to normal diode in forward direction. يعني في حاله الفورورد بايسنج الزينر دايود زيه زي الدايود العادي، ولكن الفرق بينه وبين الدايود العادي انه هذا
allows current in reverse direction when the applied voltage reaches the breakdown voltage، يعني بيسمح مرور التيار في الاتجاه العكسي في حالة وصول الجهد للبريكداون فولتج، يعني في الفورورد بايسنج زيه زي الديود العادي. في الريفرس بايسنج لما يوصل الجهد للبريك داون بيسمح مرور التيار زي كأنه في الفورورد بايسنج. It's designed to prevent the other semiconductor devices from momentary voltage pulses. It acts as voltage regulator. يعني بيحمي الأجهزة الأخرى من تغيرات الجهد اللحظية اللي ممكن تحرقها. تمام؟ طيب كيف بدي أفحص الدايود باستخدام المالتيميتر؟ في عنا طريقة بنستخدمها. إيش بنعمل؟ أول حاجة نيجي على المالتيميتر بنحطه على الريزيستانس مود اللي هو عليه علامة الأوم، بعدين بوصل الدايود في حالة الفورورد بايسنج في الدائرة. تمام؟ يعني بوصل الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، هذا اختصار الكلام هذا. تمام؟ بعديها لما اوصله باجي بقيس الريزيستنس تبعه. تمام؟ الريزيستنس تبعه للدايود المنيح مفترض تطلع عندي من 250 اوم لواحد ميجا اوم، هيك تطلع معايا القيمة على المالتيميتر. هل ايه؟ بعد ما طلعنا هذه الاجابة بنروح بنعكس الدايود وبنخليه في حالة الريفيرس بايسنج. تمام؟ هلا لما اجي احطه في حالة الريفيرس بايسنج واجي اقيس الريزيستنس مفترض يطلع لي على الشاشه 0 ال. تمام؟ ليش؟ يعني هان في ايرور. تمام؟ هل ايت اذا طلع معايا قيمه حقيقيه بين ال 250 اوم وال 1 ميجا اوم في حاله الريفرس بايسنج، هذا يعني انه الدايود خربان. تمام؟ اذا لازم في الفورورد بايسنج يطلع القيمه من 250 اوم ل 1 ميجا اوم، في الريفرس بايسنج يطلع لي على المالتيميتر 0 ال. تمام؟ هيك بيكون الدايود شغال وقتها بنقدر نستخدمه، غير هيك مش هنقدر نستخدمه. طيب هلقيت بالنسبة للعملي ايش نعمل؟ اول حاجة نوصل باور سبلاي مقاومة ودايود في حالة الفورورد بايسنج. تمام؟ وبعدين بتبدأ طبعا المقاومة قيمتها 330 اوم، بتبدأ ازيد في جهد السورس من 0 ل 3 فولت، وفي كل عند كل قيمة جهد يعني عند 0 فولت بدي أقيس الجهد اللي على الدايود والتيار اللي مارر خلاله، وعند 2/10 وعند 4/10 وهكذا لحد ما أوصل لـ3 فولت بدي أقيس الجهد اللي عليه والتيار اللي خلاله من خلال هذا الجدول. هلا بعبي هذا الجدول بالكامل، بعد هيك إيش بروح بعمل؟ بروح بأرسم يدوي أو باستخدام الجداول الرسم تبعت الوورد، يعني برسم الكيرف، بحط تحت الاي دي حسب الرسمة اللي هنا، الرسمة اللي هنا تحت في عنا الفولتج وهنا في عنا الكرنت، اذا بحط تحت الفولتج وبحط فوق الكرنت. تمام؟ يعني على المحور الافقي الفي وعلى المحور العمودي الاي، وبرسم الكيرف، مفترض الكيرف يطلع معانا زي هذا تماما. تمام؟ عندي 7/10 يبدأ يمرر تيار. طيب بعدين بعد ما اروح على البيت بعمل سيميليشن باستخدام الالتي سبايس وبعمل دي سي سوي، مفترض تطلع معانا القيم نفس القيم اللي طلعت معانا او قريبه جدا منها، ما طلعتش عندك هيك بيكون في عندك خلل. تمام؟ طيب هلقيت نيجي للريفرس بايسنج. بالنسبه للريفرس بايسنج ايش بنعمل؟ في الريفرس بايسنج هستخدم نفس الدائرة ونفس الدايود وكل حاجة، بس بدي عكس مصدر الجهد، بدي احط هنا سالب وهنا موجب، بدل هنا موجب وهنا سالب، وبدي اعمل نفس الخطوات، بدي اقيس نفس القياسات وبدي اعمل نفس الخطوات واشوف النواتج اللي هتطلع معايا. تمام؟ هيك بنكون خلصنا المعمل، هنطبقه ان شاء الله لما نيجي الاسبوع الجاي، يعني احد وثلاثة بنطبق، تكونوا حاضرين الفيديو بنطبق، ويعطيكم ألف عافية.